أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في صحيفة البصائر: سامراء تشهد عملية تغيير ديموغرافي ممنهج على أساس طائفي. ونقرأ في الهيئة اعتقال عبعوب أمين بغداد السابق على الحدود السورية اللبنانية. ونطالع في المدى: مفوضية حقوق الإنسان قلقة من اكتظاظ سجون الناصرية. وجاء في الزمان: انتخاب نشرفان البرزاني رئيسا للإقليم يطلق شرارة الخلافات في كردستان. ونطالع في العرب الجديد: النظام ينوي تكرار سيناريو الغوطة وحلب بمشاركة مقاتلين روس. ونقرأ في القدس العربي: كوشنر إلى عمان بعد الرباط لتسويق الصفقة وتهديد معارضيها. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: المعارضة السودانية تبدأ إضرابا للضغط على المجلس العسكري. أهلا بكم. لعل من أكثر الأحداث سخرية في المشهد العراقي ادعاء حكومة بغداد لعبها دور وسيط بين الولايات المتحدة وإيران في سياق الأزمة المفتعلة بينهما، التي تنامت مؤخرا في ظل أجواء معقدة تعيشها المنطقة. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أنه لم يمضي وقت طويل على بلوغ التصعيد بين الحليفين ذروته حتى خفت وتيرته وانكشفت حقائق أجزاء لا بأس بها من كواليسه، بل إن ترامب نفسه قال بالحرف الواحد إن بلاده ليست لديها نية لتغيير نظام طهران. وإذ تمر المنطقة العربية كلها بين أمواج جلية في بعض أطوارها وخفية في الكثير منها، يعيش العراق حالة من الفوضى الممنهجة. فالميليشيات الحكومية ماضية أكثر من أي وقت مضى في سياقات مشروعها الطائفي لتغيير تركيبة السكان في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى، باستعمال وسائل جديدة ذات أهداف متعددة الوجوه كحرق الحقول وإتلاف الإنتاج المحلي، أو توطين أصحاب المواشي في المدن، وزيادة حملات الاعتقالات، وغير ذلك من قضايا تنتهي بالمحصلة إلى إفقار تلك المناطق وإجبار أهلها على الرحيل من جهة، وضمان بقاء اقتصاد البلاد بحاجة لدعم إيراني يمنح اقتصادها مزيدا من الإنعاش من جهة أخرى. ومن هنا حاولت حكومة بغداد استغلال انشغال المنطقة بحالة التصعيد بين واشنطن وطهران، وأخذت تتحدث عن دورها الرائد فيها كونها فرصة مناسبة للتغطية على حقيقة الأزمة السياسية التي تمر بها، وتتستر على خروقات دستورية في عملها، وتضمن بقاء الرأي العام مصرف النظر عن حقيقة ما يجري في العراق. إن مكونات العملية السياسية فشلت في تسمية وزراء يسدون فجوة التشكيلة الوزارية، فكيف لها أن تكون مؤهلة لمعالجة قضية إقليمية ذات بعد دولي؟ الكاتب يقول إن الوساطة التي تدعيها حكومة بغداد هي إجراء مفروض طلب منها تأديته لبيان وجود خلاف حقيقي بين طرفي المعادلة، وهي أيضا محاولة فاشلة لصناعة نجومية لحكومة ما تزال تقبع في دركات الفساد وتتخذ من الطائفية السياسية وسيلة للبقاء، مما يجعلها أكثر بعدا من قبل عن سيادة متوهمة تغنت بها حكومات سبقتها ولم تلن منها شيئا. يظل العراق حجر الزاوية بالنسبة لإيران وجوهر التاج في المشروع الفارسي، هذا ما يفسر الضغوط التي تبذلها طهران حاليا على كبار المسؤولين في بغداد، على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي ذكره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أثناء وجوده في بغداد بأن عليه تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع إيران. خير الله خير الله، يرى في صحيفة العرب اللندنية أن العراق بالنسبة إلى إيران لا يزال الطريق الأقصى لتجاوز العقوبات الأمريكية. ستزداد الضغوط الإيرانية على العراق، لا تستطيع إيران ترك العراق يفلت منها بأي شكل. ستذكر عبد المهدي بأنه لولاها لكان حيدر العبادي
عاد رئيسا للوزراء بعد انتخابات أيار من العام الماضي. الأكيد أن عبد المهدي الذي لم يستطع إلى الآن استكمال تشكيلة حكومته يتذكر كل يوم ما حل بسلفه. الأهم من ذلك كله أن العراق يظل بالنسبة إلى إيران المكان الذي تستطيع منه تهديد الولايات المتحدة. سيظل الصراع الأمريكي الإيراني على العراق مستمراً لفترة طويلة. قد تكون الحسابات الإيرانية في محلها، خصوصاً أن لديها كمية لا تحصى من الميليشيات التي تستطيع استخدامها لمهاجمة جنود أمريكيين أو أهداف أمريكية في العراق وإخفاء هوية المهاجم، كما حصل أخيراً لدى إطلاق صاروخ في اتجاه السفارة الأمريكية في بغداد. فوق ذلك كله، ليس ما يضمن لإيران على الرغم من كل استثماراتها في العراق تحويله إلى مستعمرة لها. فبعد كل هذه السنوات من عودتها منتصرة إلى بغداد بفضل الأمريكيين أولاً، ليس لديها ما تقدمه للعراق والعراقيين غير البؤس والتخلف والذل تحت عنوان كبير هو الميليشيات المذهبية المنضوية في الحشد الشعبي. ويختتم الكاتب بالقول إن هناك عاملاً لا يمكن تجاهله في الصراع الإيراني الأمريكي على العراق. هذا العامل هو موقف العراقيين منه، خصوصاً شيعة العراق الذين لا يزال قسم كبير منهم يرفض فكرة الهيمنة الإيرانية في وقت يبدو أن أمريكا قررت خوض حرب العقوبات بدل الحرب العسكرية على إيران. أن تفشل القوى السياسية العراقية في إكمال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية بعد عام كامل من الانتخابات ليس أمرا غريبا، وأن تمضي الحكومة ربما إلى نهاية عمرها من دون انتخاب وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية ليست مفاجأة، بل ترجمة حقيقية لمستوى الاستهتار السياسي الذي ما زال ينظر إلى الدولة كوليئة. هذا ما أشار إليه مشرق عباس بمقالة له بصحيفة الحياة. سيقول البعض في حال تم اختيار الوزراء أم لم يتم سيام، فمعظم الوزراء في العراق من ضمن مهامهم الأساسية استثمار إمكانات وزاراتهم لخدمة أحزابهم أو رد الدين للأطراف التي رشحتهم. وعدم الاتفاق يعني أن الصفقة ما زالت غير مكتملة، والأمور تسير في نهاية المطاف بالوزير أو من دونه إلى حين الاتفاق على صاحب الحظ السعيد. وبالطبع ليس ثمة مفارقة أن تنشغل القوى السياسية عن الاختناق الذي قاد إليه صراع الوزراء بصفقة دسمة أخرى تخص وكلاء الوزارات وقادة الجيش والسفراء والمدراء العامين. فيغدو من الطبيعي الاتفاق على وكيل لوزارة التربية مثلا من دون الاتفاق على وزيرها، ويمكن تفهم اللامبالاة للأحزاب السياسية في تطويل لعبة شد الحبل هذه إلى حين نيل مرادها. لكن إصرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على مجاراة هذه اللعبة وعدم وضع حد لها بالمواجهة المباشرة مع البرلمان غير مفهوم أبداً. أن يكون العراق بحاجة في هذه المرحلة الخطيرة إلى الهدوء والتكاتف السياسي أمر في غاية الأهمية، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب التسليم للأحزاب والخوف من ردود فعلها. الكاتب يقول إن على عبد المهدي الذي تحمل مسؤولية السلطة التنفيذية إجادة استغلال الفرص السانحة إذا كانت تصب في المصلحة الوطنية، عليه التقدم فورا للبرلمان وسريعا بأسماء وزراء يختارهم شخصيا ويتحمل مسؤوليتهم، وأن يقف ويوقف مهزلة المشاورات الماراثونية مع الأحزاب السياسية، وأن يحتمل معارضتها ويكشف للناس سبب اتخاذه لموقفه هذا. بعيدا عن العراق ونحو فلسطين، حيث تتخذ السلطة الفلسطينية موقفا معلنا رافضا لما بات يعرف بصفقة القرن، ومن المرجح أن قيادتها على اطلاع جيد على الخطوط العريضة لهذه الخطة، بل وعلى قدر لا بأس به من تفاصيلها، وهي لا تملك إلا أن تصدر موقفا رسميا رافضا، حيث عبرت عنه على نحو أكثر عملية برفضها المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية. ساري عرابي يتساءل في موقع عربي 21، هل يكفي إعلان الرفض لصفقة القرن من أجل إفشالها؟
على أي حال ومهما كانت تفاصيل الصفقة التي يجري تسريب بعض مضامينها في الإعلام بين حين وآخر، فإنها في مجملها لا تتجاوز تكريس الوقائع الإسرائيلية على الأرض وترسيمها قانونياً بالاعتراف العربي والفلسطيني، مع وجود نمط من الإدارة الذاتية الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفي إطار ما يسميه نتنياهو السلام الاقتصادي، بمعنى أنه سوف يرشي الفلسطينيين بالرفاهية الاقتصادية مقابل تنازلهم عن حقوقهم السياسية. أما الشكل السياسي النهائي فيمكن تجميله ببعض التسميات التي لا تمس جوهر الرؤية الإسرائيلية، والتي مفادها استمرار الاحتلال الإسرائيلي استيطانياً وأمنياً للضفة الغربية والتسليم بإسرائيلية القدس بشقيها الغرب والشرق نهائياً، وبالتأكيد دون عودة اللاجئين. وهكذا يمكن أن نسمي هذه الصفقة صفقة التنازل العربي عن فلسطين دون استرجاع الحقوق العربية والفلسطينية، صفقة هذا جوهرها لا يمكن للسلطة الفلسطينية إلا رفضها، لأن هذا الرفض قد ينطوي على قبول ضمني، ما لم يستند الموقف الرسمي المعلن إلى أشكال أخرى من التعبير عن الرفض تدفع الإسرائيليين وداعميهم في البيت الأبيض وبالضرورة قيادة قاطرة التطبيع العربي لإعادة النظر في فرض هذه الصفقة على الفلسطينيين. الكاتب يشير إلى أن صفقة القرن جاءت في وقت كانت فيه القيادة الفلسطينية قد حطمت فيه أهم أسلحتها التي يمكنها بها مواجهة هذه الصفقة، كما أن طول الأمد على واقع السلطة دون تحولها إلى أفق سياسي أرقى جعل مجرد وجودها هدفاً قائماً في ذاته ومحكوماً بالشرط الإسرائيلي، وبالتالي وفي أحسن الحالات القائمة فإن واقع الحال هو السلبية العملية إزاء هذه الصفقة التصفوية. في هذه الأثناء تعقد القمتان العربية والخليجية التي دعا إليهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في لحظة بالغة الدقة والحساسية بالنسبة لمستقبل المنطقة، الأمر الذي يضع على كاهل قادة الدول العربية مسؤولية تاريخية كبيرة بكل معنى الكلمة. وحيد عبد المجيد يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتي أن رمزية البقعة المقدسة التي تعقد فيها القمتان تفرض شعوراً خاصاً بهذه المسؤولية وتضيف إلى جسامة التحديات التي تواجه العرب في اللحظة الراهنة، تذكيراً بمكانتهم في تاريخ العالم ومستقبل ينتظر أجيالهم القادمة. يسود اعتقاد بأن العرب باتوا الطرف الأضعف في معادلات الصراع الإقليمي الدولي في منطقتهم، وعليها في آن معاً، ويمكن أن تكون قمتا مكة الطارئتان بداية تحول تقوده هذه الدول عبر طرح رؤية واضحة لموقع العرب في هذا الصراع ودورهم فيه، ومن ثم بلورة موقف أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات والاحتفاظ بمسافة كافية عن أي دور خارجي من أجل تعبئة أكبر عدد ممكن من بلدان المنطقة. ومن الطبيعي أن يقوم هذا الموقف على أسس تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وحفظ الحقوق والمصالح العربية، وتشتمل على التزامات محددة يمكن التحقق منها، وتتضمن برنامجاً زمنياً لوقف التصعيد الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق وبات قريباً جداً من حافة الهاوية، وإجراء مفاوضات جديدة في إطار آلية مختلفة عن تلك التي أدت إلى الاتفاق النووي في 2015. والفكرة هنا أن يصبح العرب شركاء هذه المرة وليسوا متفرجين في عملية هم أكثر المعنيين بها وبالنتائج المترتبة عليها والتداعيات الناجمة عنها، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية وتفويضها للتحرك في إطار الموقف الذي ستتخذه القمة العربية الطارئة. الكاتب يرى أنه يمكن أن تصبح القمة العربية الطارئة ومعها القمة الخليجية نقطة تحول في مسار الصراع المتصاعد في المنطقة بمقدار ما تبديه الدول المشاركة فيها من استعداد تام لتحمل مسؤولية تاريخية في لحظة بالغة الدقة، فمن شأن النهوض بهذه المسؤولية أن يوفر إرادة قوية هي أهم ما يحتاجه العرب اليوم للاضطلاع بدور أدى انحساره لأسباب عدة طبعا إلى إتاحة الفرصة لقوى إقليمية لكي تتمدد في منطقتهم.
دعت قوى إعلان الحرية وتغيير في السودان إلى إضراب عام عن العمل على مدى يومين، ولو حتى باحتمال تطويره في الأيام المقبلة إلى عصيان مدني يشل قطاعات الإنتاج والخدمات كافة. حيث صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن نجاح هذا الإضراب في اجتذاب شرائح واسعة من أبناء الشعب السوداني واتصافه بالسلمية والوعي المدني والانضباط يوجه أكثر من رسالة داخلية وحتى خارجية كذلك. من جهة أولى ومحورية، سوف تصل رسالة إلى المجلس العسكري الانتقالي تؤكد تصميم القوى الشعبية على نقل السلطة إلى المدنيين وعودة الجيش إلى ثكناته، وأن التقدم الذي شهدته المفاوضات مع المجلس العسكري حول ملفات المرحلة الانتقالية وتركيبة الحكومة والهيئة التشريعية لا يتوجب أن ينتهي هنا، بل يقتضي استكمال سيرورة المفاوضات إلى نهاياتها المرجوة والتي من أجلها ثار الشعب السوداني. ومن جهة ثانية، وعلى صعيد التباينات التي يمكن أن تعصف بالجيش السوداني، لا تبدو أيضا مصادفة أن حمديتي قد صعد من لهجته في الأيام الأخيرة وأنذر بأن الجيش ليس مقطوعا من شجرة وأنه الأكثر شعبية بالمقارنة مع القوى الأخرى. لقد سعى هذا الجنرال إلى تجميل صورته السابقة في دارفور وطمس ولائه التام للبشير، فأعلن أنه رفض تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وأنه يؤيد الديمقراطية والمطالب الشعبية. ومن جهة ثالثة، يصعب أن يقرأ موقف الصادق المهدي وحزب الأمة الرافض لفكرة الإضراب بمعزل عن التناغم مع الجيش والبدء مبكرا في خوض معارك الحصص السياسية خلال المرحلة الانتقالية، وكأن المهدي يتناسى أن العسكر بزعامة البشير هم الذين أطاحوا بحكومته المدنية. وتختتم الصحيفة قولها إنه ليس غريبا عن عقلية العسكري في العالم العربي جنوح إلى العنف بهدف إفراغ الانتفاضة من هدفها الأبرز، أي التغيير الجوهري ورد السلطة إلى الشعب، ولهذا يتوجب أن ينجح الإضراب وربما العصيان المدني بعده حتى تصل رسائل الشعب السوداني واضحة بليغة. بعيدا عن السياسة، أنشأ باحثون من جامعة براون في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية روبوتا جديدا يمكنه تعلم كتابة اللغات ورسم الرسومات من تلقاء نفسه. وقال موقع الخليج أونلاين إن هذا التطور يعد باستخدام جيل جديد من الروبوتات في مكان العمل لتدوين الملاحظات أو رسم المخططات المفيدة. وتساعد الخوارزمية الجديدة التي أنشأها الباحثون الروبوت في تحديد مكان وكيفية استخدام القلم وكيفية تغيير شكل الحرف بتغيير مكانه في الجملة. وبعد تعلم كتابة الأحرف اليابانية، تمكن الروبوت من تعليم نفسه كيفية نسخ الكلمات بعشر لغات مختلفة، ومن ذلك الهندية واليونانية والإنجليزية. وقال الباحثون أن نسبة دقة تقليده للخطوط والرسومات بلغت 93%، هذا شيء مدهش. وتفاجأ الباحثون عندما كان الروبوت قادرا على إعادة رسم لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي فقط من خلال النظر إلى الصورة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.